جوجل ميت. بس نعم دكتورة، هسه ايه اجا اوكي الصوت. اوكي اني بالنسبة إلى المحاضرة، بس أخذت عرفنا الأسيد وعرفنا البيس حسب أرينياس وحسب برونستيد لاوري. حسب أرينياس، الأسيد هو substance liberate hydrogen ion in solution، البيس liberate hydroxyl. حسب برونستيد أنه الأسيد هو بروتون دونر، يعني ينطي البروتونات، ينطي الهيدروجين ايون، البيس ممكن ياخذها. اوكي، هذا بس اللي شرحناه. طبعا الترانسفير اوف بروتون، ترانسفير اوف هيدروجين ايون يحدث من الاسيد الى البيس. اوكي، ايش وقت نقول هذا الحامض او البيس قوي؟ The relative strength of acid and base measured by the tendency to give or take protons. أريد من عندكم تخيلون أنه ضفنا إلى الماء، يعني أخذنا فتحنا بطل مالت HCl. أنتم شايفين ال HCl بالمختبر مالت الكيمياء ومختبرنا. Acetic acid ممكن، ال HCl خليته بيكر مي. أريد ترسمون بخيالكم هاي الصورة. الـ HCl راح يتحول إلى أيونات. الـ H ما راح يبقى وحده، يعني أنه يصبح وحده بالبيكر، لا، راح يتحد ويا الـ H2O، راح يصعد هيدرونيوم أيون، والكلورايد راح يصبح أيضاً على شكل أيون، أيون سالب، كلورايد أيون. وهيدرونيوم ايون. ماشي، ايش وقت راح ينطي او عنده قابليه عاليه انه، هل الاس سي ال دائما اذا حطيناه بالماء او اذا حطيناه مثلا بزيت، باي زيت، نفس القابليه عنده؟ لا طبعا، لانه سترينث اوف اسيد تعتمد ايضا على المحيط او على الانفايرمنت. هل طبعا هو بروتون دونر، بالمقابل يحتاج وسط انه ياخذ اكسبتر السولفنت هنا. هل هو عنده قابليه انه ياخذ هاي البروتونات ولا لا؟ اوكي، اذا this strength of acid depend not only on ability to give the proton but also on ability of the solvent to accept the proton. هسه هاي الجمله ممكن تجيكم بالامتحان، ممكن تجيكم على شكل true or false مثلا، بس اريد تركزوا وياي. ممكن يجيكم هاي الجمله: The strength of acid depends only on ability to give up a proton. نقطة. هاي true or false؟ شو تقولون؟ انا اللي اقوله، اوكي، انا اللي اقوله انه false. ليش؟ هياتها الجملة واضحة. This strength depends not only on ability to give up a proton but also on ability of the solvent. هي عملية خلينا نقول تبادل. A proton شو وقت راح liberate؟ شو وقت راح يعني ينفقد من هاي الجزيئة؟ إلا إذا أكو solvent إلى قابلية إنه ياخذها. أوكي. على هذا الأساس ممكن أنه نقسم السولفنت إلى أربعة أنواع رئيسية. نوع الأول بروتوفيليك. لما تشوفون فيليك هسه حالياً أو لاحقاً، دائماً معناته هاي الجزيئة محبة، هو بروتوفيليك. هاي الكلمة راح نقسمها قسمين، بروتو من بروتون، فيليك محب، يعني يحب البروتونات، يعني يحب يستقبل هيدروجين ايون. بما معناه هو، هل هو اسيدك اور بيسك؟ هو بيسك، يعني الامونيا، الليكويد امونيا هو مثال على هذا النوع. It is a protophilic او basic solvent. احنا دائما من صف اول او من الاعداديه انتم اخذتوا انه الامونيا هي قاعديه، مو صحيح؟ بما انه الامونيا قاعديه، اذا شنو؟ لها قابلية انه تستقبل بروتونات،
الأمونيا هسه مثل ما قلت NH3 إذا أخذ بروتون راح يتحول إلى أمونيوم NH4 plus. أوكي؟ It is basic solvent capable of accepting protons from the solute. السوليوت هو أي مادة نضيفها إلى السولفنت. هسه بالإضافة إلى الأمونيا عندنا أنواع يعني أمثلة أخرى على البروتوفيليك أو البيسك سولفنت. أسيتون. الأسيتون تركيب الكيميائي أو المولكيولر فورمولا مالته شنو هي؟ CH3CO CH3 يعني شنو عنده؟ الكربونيل جروب دائما هاي الأكسجين عندها الكترونات الكترون نيجاتيف دائما يعني شلون نقول عندها سحابه الكترونيه فتكون ممكن انه تجذب البروتونات الها. الايثر نفس الشيء عنده انشيرد بير اوف الكترون. ها يعني انتم وياي اني طبعا دا اسرع ليش؟ لانه اني متاكده انه انتم بالكيمياء التحليليه ماخذين هذا الموضوع مو صحيح؟ انا يعني مو انه دا دائما امشي زرعي وهاي بس يعني انه يعني اللي اعرفه انه ببالي يعني ببالكم هذا الموضوع مشروح لكم يعني مثلا الايثر ده تعرفوه CH3 الايثر مثلا مثال على الايثر CH3 او CH3 الاكسجين عندها سحابه الكترونيه الكترون نيجاتيف بالمقابل راح تحب تستقبل بروتونات. الكربوني اللي يحب البروتونات اللي هو موجود وين؟ بالاسيتون. الامونيا مثال. هسه هذني ثلاث امثله على بيسك سولفنت. الاسم الاخ له بروتوفيليك. بروتون فيليك. زين عيني؟ اوكي. بروتو النوع الثاني بروتوجينيك. بروتون جينيك. جينيك يعني هو يعطي. هو يولد a proton donating compound. هذا أمثلة عليه هي الحوامض بأنواعها formic acid acetic acid sulfuric acid liquid HCl liquid HF. هنا نهاية أمثلة على الحوامض القوية strong acid. هذني بروتوجينيك تنطي بروتونات يعني أي سليوتي خلق وياها ممكن تنطي بروتونات وتكون متأينة يعني بشكل إيوني بالبيكر. أوكي أمشي بروتيك دائما أمشي دائما هذا ال خلينا نقول هاي اللاحقة أو هاي اللي دائما تنحط بداية الجملة الأمشي معناته ممكن إنه يأخذ ويعطي يعني بالنسبة إلى قابليته على أخذ البروتونات وقابليته على إعطاء البروتونات يعني عنده أنه ممكن donate بروتون وممكن أنه accept بروتون ماشي؟ أوكي حسب شنو؟ حسب السليوت يعني أنا عندي water إذا ضفنا له أسيد رح يتصرف كبيس إذا ضفنا له بيس راح يتصرف كأسيد. عنده قابلية أنه ينطي بروتونات وعنده قابلية أنه ممكن ياخذ بروتونات. هذا الووتر ومثل عليه الكحول راح ناخذ بالتفصيل الإيونيزيشن مالته يعني بالسلايدات اللاحقة. بس حتى تشوفوها. من نوصلها راح تشوفون شلون هو ممكن يتصرف كأسيد وممكن يتصرف كبيس. فنسميه أمفي بروتيك. دائما امشي يعني عنده قابليه ثنائيه دول اكشن ماشي. ابروتيك يعني ما يحب لا ياخذ ولا ينطي بروتونات انه خامل مثل عليه مثلا زيت الهيدروكربون. الهيدروكربون عباره عن جزيئات كبيره من مشتقات البترول اللي هو مثل الفازلين لا هو اسيد ولا بيس هو عباره عن الكيلو جروب كبيره كلش يعني مثلا CH3 CH2 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 مولكيول كبيرة عبارة عن الكيلو جروب فهاي ما بيها مثلا قابلية انه تنطي بروتون ولا تاخذ بروتون زين عيني؟ اوكي هسه كملنا هاي اربع انواع من السولفنت. هسه
هسه نجي ناخذ الكلاسيك اكزامبل حتى نشوف شلون التأيون دا يصير. طبعا اني اللي اعرفه انه اكيد اخذتوا الالكترولايت، تعرفتوا انه الالكترولايت تعطي ايونات مو صحيح؟ في السوليوشن طبعا عندنا سترونج الكترولايت وعندنا الويك الكترولايت. السترونج الكترولايت دائما يكون طبعا ها طبعا اكو شغله هم كلش مهمه اريد اركز عليها، عندنا مرادفات هو من اسمه الكترولايت يعني يتعين. التأين بالانجليزي كمصطلح عندنا ايونايزيشن يعني والمرادف مالته ديسوسيشن، يعني اذا تقولون ديسوسييت نفسه ايونايز نفس الشيء ماشي. اوكي خلينا نجي هنا ادي اسيد بيس ريأكشن، اسيد ينطلي بروتونات والبيس ياخذ البروتون وراح يكون لي على اليمين اسيد وبيس، هذني نيو ممكن اصح لها كونجوجيت اسيد وممكن اصح لها كونجوجيت بيس. اوكي يلا خلينا ناخذ لنا هذا المثال ال HCl هو الكلاسيك اكزامبل على السترونج اسيد. شلون تعرفون سترونج اسيد؟ من السهم، السهم باتجاه واحد بما معناه انه من نحط ال HCl بالماء راح يتعين تأين كامل ترى الالكترولايت تمام. هسه نجي HCl هو اسيد واحد، ليش سميناه اسيد واحد؟ لان بالمقابل راح يتكون عندي اسيد اثنين. خلينا نجي اسيد واحد نخليه بيكر مال مي، اريد تشغلون خيالكم او الايماجينيشن مالتكم. هسه انا عندي بيكر بي ووتر وخلينا ال HCl، ال HCl هل تبقى جزيئاته يعني خلينا نقول انتاكت، يعني انه الاتش مرتبط ويا الاتش سي ال واثره ايونيه بيناتهم لو راح تنكسر؟ راح تنكسر ليش؟ لانه الاتش سي ال هو عباره عن يا نوع بروتوجينيك ينطي بروتون. الاتش سي ال راح طبعا تنكسر طيبه تنكسر الاثره الايونيه بفعل الاتراكشن بينها وبين المي، المي راح ياخذ بروتون، هنا المي راح شنو يتصرف؟ اسيد بيس راح يتصرف كبيس. اوكي خلي يجي مرت اللخي على هذا التفاعل. HCl هو الاسيد لما يفقد بروتون، خلوا اصبعكم على الاتش، الاتش وين حتروح؟ الى H2O، H2O راح ياخذ بروتون، راح ياخذ بروتون ويتحول الى H3O بلس. الكلورايد راح يبقى وحده. اوكي هسه بالنسبه الى هذا الاسيد اللي اريد منكم تباعون عليه كل الزين، الاشاره مالته شنو؟ هل هو نيجاتيف؟ هل هو بوزيتيف؟ هل هو متعادل؟ ال HCl متعادل. لما يتأين طبعا دقيقه اني مفروض اسويكم ميوت انتم جماعه ال اوكي بيكر اوكي جماعة الجوجل ميت اني طبعا طبعا المفروض اسويكم ميوت بس مدى عند المين فيعني لسه الفون بس اسمعوني لا انندل. اوكي اوكي اعيد مرت الاخي بس اريدكم تركزون، اذا اجتكم غير مولكيول هسه هاي انتم داخيها وما يحتاج انه خلينا نقول يعني مباشره راح تعرفون. ال HCl هو الاسيد بالنسبه الى البيس مالته نسميه بيس الكونجوجيت بيس،
راح يفقد بروتون، راح يبقى عندي بس الكلورايد. بالنسبة للشحنة بالبداية كانت متعادلة، هسه لا، من الأسيد لما بيفقد بروتون راح الشحنة راح يصير ناقص واحد. يعني شنو؟ شنو متعادل صار ناقص واحد. بالنسبة للبيز ال H2O لما ناخذ بروتون الشحنة شنو راح يصير بها؟ زائد واحد. اوكي، هاي تفيدكم وين؟ تفيدكم بغير رياكشنات لما يصير عندكم فد يعني نون فاميليار مثلا رياكشن حتى تتذكروها. اوكي، اذا هنا أنا بالبيكر ال HCl بقى ثابت؟ لا، ما بقى ثابت المولكيول مالته. راح يصير عندي الهيدرونيوم ايون assuming and the chloride ion forming together. اوكي، for strong acid, for strong electrolyte, it will ionize completely an aqueous solution. ليش قلنا aqueous؟ لأنه إذا حطينا بغير solvent راح يتغير، لأنه حسب إحنا قلنا عندي أربع أنواع من الـ solvent، وإذا هذا solvent ما له قابلية إنه يكتسب البروتونات ما راح يتأين بصورة كاملة. Okay, for weak base, for a strong base also it will ionize completely again. بينما بالويك هنا عندي لا، راح يكون التفاعل ليس كامل، وانما شنو؟ وانما partial. It will ionize partially in aqueous solution. راح اخلي لكم الرابط مالت الحضور قبل لا انسى. أني الرابط مال الحضور منا لل ونص. طلاب أني نزل رابط الحضور بالجوجل ميت وبالفري كونفرنس. أوكي، خلينا نجي هسه بالنسبة إلى هنا العنوان، خلينا نشوفه. acid base equilibrium، equilibria أو equilibrium. قبل شوية ما قلنا equilibrium، ليش؟ لأن تأين كامل. لما يصير عندي weak electrolyte أو partial ionization هنا أنا رح نفكر في حالة توازن، في حالة equilibrium. for weak electrolyte, for weak acid in water، وناخذ مثال عليه اللي هو acetic acid. دائما الأمثلة هي دائما شفوفها مكررة. إذا نجي على ال weak acid نقول عليه ناخذ مثال ال acetic acid. إحنا أنا بكتابكم رمز له، يعني هو طبعا ال acetic acid هو CH3COOH، نرمز له HAC. ال H دلالة على البروتون، وال AC هو على ال يعني simplification إلى ال acetic acid. إذا خليناه بالماء شنو اللي راح يصير؟ بالبداية راح يكون تفاعل سريع، تأين سريع. الأسيتيك أسيد راح يفقد بروتون، خلوا إصبعكم على الإتش، راح يفقد بروتون. هذا البروتون راح ينتقل إلى جزيئات مي، المي راح يتحول إلى H3O بلس إلى هيدرونيوم، والأسيتيك أسيد راح يتحول إلى أسيتيت. عندي هنا الأسيتيك أسيد هو الأسيد واحد، ال H2O هو البيس اثنين، ال H3O أو الهيدرونيوم هو الأسيد اثنين أو الكونجوجيت أسيد. الأسيتيت هذا أخذ إشارة سالبة. ليش أخذ إشارة سالبة؟ لما فقد البروتون راح بقالي بس الأسيتيت، وينقص التشارج بمقدار واحد. هنا بهالحالة اللي راح يصير شنو؟ هل إنه راح يصير ديبليشن بالأسيتيك أسيد، يعني راح يصفر بعد فترة من الزمن؟ لا، ما راح يصفر. ليش؟ بالبداية أسيتيك أسيد مع مي،
راح يصير تأين سريع، راح يصير عندي بالبيكر راح يصير عندي جزيئات هادرونيوم وجزيئات أو أسيتيت. الأسيتيك أسيد الصاربي قريب ما يخلص، almost depleted. الريت مالت هذا الرياكشن اللي هو باتجاه اليمين راح يقل، بالبداية سريع بعدين يبدي يقل. الأسيتيت بالبداية صفر بعدين راح لستة تزيد، راح يرجع الأسيتيت يتحد مع الهيدرونيوم والتفاعل يسير باتجاه اليسار. فإذا أنا عندي تفاعل باتجاه اليمين وتفاعل باتجاه اليسار بسرعتين مختلفتين إلى أن يصير عندي إكوليبريم. بالأخير البيكر هذا راح يحتوي على أسيتيك أسيد وهيدرونيوم وأسيتيت all swimming together in water. هذا يصير فقط في حالة الويك أسيد وكذلك البيس طبعا. إذا ويك الكترولايت تفاعل باتجاه يمين وتفاعل باتجاه يسار، بالمحصلة النهائية راح يثبت ويصير عندي إكوليبريم. زين، دائما احنا عندنا كل تفاعل اخذتوها انتو، اني متأكدة انه ما اخذيها، عندنا ثابت او كونستانت. for acid it is the ionization constant for acid ونرمز له بال Ka. Ka is the dissociation constant او ionization constant for acid. زين عيني؟ اوكي. هسه خلينا نجي على يعني خلينا نقول هاي اريدكم تحفظوها، هاي بيئة التفاعل، هاي معادلة 17 طبعا بكتابكم يرمز الى الاسيد دائما اشبي، وطبعا هاي الها فد حكمة يعني بهذا الشيء. بما معناه انه هذا جزيئة تحتوي على بروتون، لما نسحب من هالبروتون راح يبقى بس بيس، تمام؟ اريد تتصورون هذا الشيء. ف it is a general equation for ionization of weak acid. هي عبارة عن HB اللي هو ال A أسيد، أي ويك أسيد. هسا قبل شوية أخذنا الأسيتيك أسيد، ممكن غير أسيد، ممكن أنه أي دواء من الأدوية. طبعاً إحنا ليش ندرس الويك أسيد والويك بيس؟ لأن الأدوية إحنا اللي ناخذها، إحنا طبعاً أنتوا اختصاصكم فارماسي، أنت يعني خلينا نقول مو مهندس ولا يعني ولا أي اختصاص ثاني، ولا يعني خلينا نقول ولا علوم كيمياء أو كذا، أنت اختصاصك على الأدوية. بالأدوية إحنا دائما الأدوية مالتنا هي weak acid أو weak base and their salt. طبعا مثال على weak acid، الأدوية المسكنات اللي ناخذها weak acid ممكن يكون البونستان، هو مفنامك acid، ممكن يكون بروفين، كل الأدوية المسكنة الفولتارين كلها عبارة عن weak acid or their salt. زين عيني، لذلك ندرسها لأنه ذوبانيتها بالجسم، يعني من ناخذ الحباية ذوبانيتها بالجسم، امتصاصها، لأنه يعني احنا شو نستفاد من عندها إذا ما يصير بها امتصاص، كلها يحكمها ممكن يحكمها الـ Ka، واحدة من الفاكتورات اللي تأثر على قابلية الامتصاص هو الـ Ka، هو قابلية الموليكيول على التأين، لأنه هو مذوب إذا ما تأين، تمام؟ هاي فد قاعدة كلش مهمة راح تستفادون من عندها صف رابع وصف خامس. فأنا دا أوضح لكم ليش إنه ندرس هذا الشيء. هذا راح ينعاد عليكم صف رابع، راح ينعاد عليكم صف ثالث، راح ينعاد عليكم صف خامس. هذا الكلاسيك إكزامبل. إذا أنا عندي أشبي، it is the example of weak acid. It will ionize with water. The water will take
بروتون والكيرن انتو هيدرون، والباقي المتبقي هو البيس الكونجيجيت بيس. اوكي فور ذا ديسوسيشن كونستانت، هو حاصل قسمه، دائما حاصل قسمه شنو؟ اليمين الناتج على المتفاعل، والتراكيز بالتركيز المولاري. زين عيني، اذا الكي اي هو عباره عن حاصل ضرب الهيدرونيوم في الكونجيجيت بيس على ال اتش بي. ليش ما خلينا مي؟ برايكم ليش ما خلينا مي؟ ما خلينا مي لسبب انه شلون عيني؟ السبب انه ما خلينا مي انه راح يكون المي تركيزه ثابت، هو السولفنت عافيه، انه نسبته ما تنحسب لانه قليله. اوكي فاذا حاصل قسمه الناتج على المتفاعل طبعا بالتركيز المولار، يعني اذا اعطيناكم مولات، اذا اعطيناكم غرامات، لما نعطيكم غرامات لازم تدورون شنو؟ على المولكيرويد وعلى الحجم. زين عيني، هاي بس ملاحظه ثبتوها عندكم، او هذا طبعا مثال. خلينا ناخذ هذا المثال، من البدايه قال لكم ان الاتر يعني الحجم هو لتر. اوكي اوف 0.1 مولر سوليوشن من الاسيتيك اسيد was found for conductivity analysis to dissociate into 1.32 في 10^-3 جرام ايون، بين قوسين كاتب لكم مول H of hydrogen and acetate at 25 درجة سيلسيوس. What is the acidity or dissociation constant for acetic acid؟ هسه على كيفنا، خلينا نشوف هذا المثال شلون نحله. نخلي ببالنا انه acetic acid هو weak acid. نرجع على هذا على هذا القاعدة، ال Ka هي عبارة عن حاصل قسمة ال H3O، تركيز ال H3O في تركيز ال طبعا البيس الكونجوجيت بيس هو هنا أسيتيت على ال HB اللي هو الأسيتيك أسيد. ال H3O وينها؟ وينها ال H3O؟ هيدروجين هو نفسه ال H3O، تركيزه ايش قد بالمولاري؟ 1.32 في 10^-3 مول. احنا نريد مولاري، ندور على الحجم، وين الحجم؟ كاتب لكم لتر، اذا ما كاتب لكم لتر كاتب لكم مثلا 2 لتر، لازم تحولوه الى تركيز مولاري، تقسمون المولات على عدد الالتار، التركيز المولاري هو المول على الفوليوم باللتر. اذا مثلا انا عجبني اخبث عليكم واقول لكم 500 مول، شو تسوون؟ تحولوها الى 0.5 لتر. يعني شنو قصدي؟ خلوا بالكم هاي القاعده، التركيز المولاري هو الويت على المولكيولر ويت، هاي يعني مولات على الحجم اللي هو باللتر. زين يعني اوكي هسه هنا اسهل شيء، قال لكم الحجم لتر وقال لكم المولات، بما معناه انه الهيدرونيوم 1.3 في 10^-3، والاسيتيت ايش قد؟ نفس الشيء، هو قال لكم 1.3 في 10^-3 each for hydrogen and acetate، يعني معطيكم نفس التركيز. اوكي راح يصير شنو؟ راح يصير تربيع طبعا على تركيز الاسيتيت، تركيز الاسيتيك اسيد اللي هو المتفاعل شنو هو؟ 0.1 مولر. واضحه عيني؟ هسه ايش قد طلع الناتج؟ 1.74 في 10^-5. اوكي عندكم سؤال؟ عندكم استفسار؟ يوم الثلاثاء لما ها طبعا المفروض باشر عندي وياكم، بس الدكتور قال لي راح اشوفها على الصبوره. زين
بس اعطوني بس ثواني. اوكي يلا يعني خلينا نكمل. تعرف هسه الدكتورة؟ شو عندي؟ نعم دكتور يعني باكر حناخذ يعني مايكرو بمكان درس الفيزياء الصيدلانية؟ اي آه تمام، شكرا. هو ما راح ياثر عليكم، هو بس انا دكتور داليا راح نبدل، راح هي تجيكم الاحد والاثنين او انا اجيكم الثلاثاء والاربعاء على نفس الاوقات بس هالاسبوع يعني. تمام دكتورة، شكرا. أنا شنو قصدي؟ قصدي إنه راح أجي أكتب لكم المعادلات اللي تحتاجوها، إنه المولر كونستريشن وال يعني التركيز المولاري، المولر كونستريشن وهكذا. أوكي ما يخالف، خلي من أجي يوم الثلاثاء راح خلينا نتناقش، بس أريدكم هذا الإكزامبل تبدلون يعني تبدلون اللتر، سووه 500 مول وحلوه وقولوا لي الناتج هاي شوكت، قولي الناتج يوم الثلاثاء بس حتى اشيك اذا مثلا يعني اشيك وياكم يعني انه الريسبونس. اللتر سووها 500 مول وشوفوا ايش قد يطلع. أمير إي ناخذ مايكرو، أنتوا تاخذون مايكرو مباشر، بس يعني هذا الشيء ما راح يأثر عليكم، هي المحاضرات ماشية إن شاء الله. أوكي. إحنا هاي قاعدة، بس شنو يعني أنتوا يعني الواحد يفهمها أكثر إذا عنده مثال عليها. وليس انه هاي مثلا احنا مو قلنا قبل شويه الامونيا هي بيس والحامض مالتها او الكونجيجيت اسيد راح يكون ان اتش 4 يعني ان اتش 4 بلس، هذا هنا تشارج يحمل شحنه لو ما يحمل شحنه يحمل شحنه. هنا انا بحاله عندي ان اتش 4 بلس، خلينا بالماي شو يصير؟ راح ينطي هذا البروتون اللي هو بالاصل مكتسبه، راح ينطي البروتون راح يبقى NH3 وراح يفقد الشحنة. قبل شوية شنو صار؟ هاي طبعا أنا ما أريدكم تدوخون بها بس تفتهموها. قبل شوية شلون جزيئة متعادلة لما فقدت البروتون حملت شحنة سالبة، مثال عليها الأستيك أسيد صار أسيتيت. هنا أنا بالعكس، هنا أنا الـ NH3 الـ NH4 أو الأمونيوم اتحول الى NH3 صار متعادل وبس. ونفس الشيء طبعا هذا مثال ثاني على يعني ممكن انه يكون عندنا الاسيد ممكن يكون انشارج متعادل مثال عليه اسيتيك، وممكن يكون شارج المثال عليه NH4 بلس. وطبعا الايونيزيشن كونستانت هو بكل الاحوال هو ثابت، يعني هو حاصل قسمه النواتج عن المتفاعل بالتركيز المولاري. وراح اعيد واكد عليكم اذا اعطيت اياكم مولر مول مول حولوها الى تركيز المولاري، ما تدخلون بهذا القانون اي رقم اذا مو تركيز مولاري. اوكي اوكي هنا انا راح بس اخذ هذين السلايدين واتوقف يم الووتر، راح اتوقف يم سلايد 14 فور ويك دايز. طبعا هاي اني ما اعطيتكم عليها مثال بس المثال يعني حل، اهم اني راح اجيكم احليالكم على السبوره. فور ويك دايز
طبعا دائما خلوا ببالكم مثال على الويك اسيد اسيتك. المثال الثاني الامونيوم. مثال على الويك بيس الامونيوم NH3. NH3 خليناها طبعا بالمختبر، انتم ماخذين NH3 مشتغلين بيها، شلون ريحتها؟ بالله ريحتها كلش جميلة، مو صحيح؟ لما تنحط بالماي ما تبقى يعني وحدها، لازم تتأين. شلون تتأين؟ هي قاعدة الآن الكترون نيجاتيف اتوم بيها انشيرت بير اوف الكترون، تحب تكتسب بروتونات، زين عيني راح تتأين، بمعنى راح تاخذ بروتون، هي بيس مو صحيح؟ فبي تحمل شحنه؟ لا ما تحمل. لما تاخذ بروتون من الووتر، هنا الووتر راح هنا يتعامل، او هنا احنا مو قلنا ام في بروتيك، مو قلنا عليه قبل شويه؟ شلون ياخذ بروتونات مو صحيح؟ يتحول الى هيدرونيوم. هنا ويا من يجي ويا بيس من يجي ويا بيس بس اللي تركزوا وياي، يجي ويا بيس راح شلون يتعامل؟ راح يصير قبل شويه كان ياخذ، هسه ايش راح يسوي؟ الامونيا قاعده قويه، او سوري قاعده ضعيفه طبعا، بس هي الكترون نيجاتيف، هي بروتوفيليك يعني شنو؟ تحب البروتونات، خليناها بالماي، الماي راح ياخذ له يطي. بهالحاله اريدكم تجاوبوني. دونا صحيح، اوكي، راح ينطي، راح يفقد بروتون، يتحول الى هيدروكسيل، وبالتالي الامونيا راح تكتسب بروتون، راح تتحول الى قبل شوي اللي قلناها NH4+. هنا هذا ionization for a weak base ionization of ammonia. هنا اريدكم تتخيلون هسه، غمضوا عينكم وتخيلوا البيكر خالين بي امونيا، الامونيا راح تكون NH3، راح جزء منها راح يتحول الى امونيوم، والووتر راح يكون H2O وشنو؟ هيدروكسيل جروب. هل انه الامونيا راح depleted يعني راح نسبتها راح تصير صفر؟ لا. هل التأين كامل؟ لا. فبالمقابل راح يصير عندنا بالبيكار امونيا و NH4+ و H2O و OH+ OH+. ال OH+ هنا هل هو conjugate acid؟ لو conjugate base، conjugate base ليش؟ هو ال conjugate base مالت ال H2O. ال BH+ هنا هل هو conjugate acid لو conjugate base؟ conjugate acid. اي انا ما اريدكم تدوخون، بس ابدوا باليسار، بي زائد H2O، البي هو بيس، راح ياخذ بروتون، راح نرسم، راح نكتب BH+. وخلوا بالكم الامونيا هنا لما تكتبوه، الامونيا تاخذ بروتون راح يصير بيها بي NH4+. الماي فقد هو الماي شنو هو؟ OH. فقد بروتون بقى شنو؟ بس الاو اتش، بقى بس هيدروكسيل. زين هنا هذا الرياكشن لازم يوصل الى اكوليبريم، والديسوسيشن كونستانت او الايونايزيشن كونستانت فور بيت هو اليمين على اليسار. اليمين شنو هو؟ النواتج. النواتج شنو هي؟ تركيز الهيدروكسيل، تركيز البي اتش بلس على تركيز البيز، على تركيز الامونيا. هنا يعني مثل ما قبل شويه قلنا، مره تكون يحمل شحنه، مره يكون متعادل، يعني هنا انا شتري هو غير حامل الى شحنه. هنا مثال عليه اللي المثال على البيس اللي يحمل شحنه،
ماذا يخطر ببالي هسه فد مثال ما المهم هنا عندي انيونك بيس يعني عنده شحنة سالبة ننطي ويا المي هو هذا راح يكتسب ما دام بيس راح يكتسب بروتون راح يتحول الى اتش بي لما نكتسب البروتون زائد ويا ناقص راح يكون شحنة متعادلة والمي راح يفتقر الى البروتون راح يتحول الى او اتش همينة نواتج على متفاعل هو الكي بي ها طبعا المثال اللي هي هسه هنا مو قبل شويه قلنا الاسيتيت هو حرجع عليها هاي شنو هذا اتش بي او لا دقيقه هاي اسيتيك اسيد وين الووتر بالمقابل H3O ويا الاسيتيت الاسيتيت هذا هو كونجوجيت بيس هذا التفاعل ليش بهذا نفس الشيء بس نعكسه خلينا اليمين خليناه عكسناه خليناه باليسار انا طبعا ما اريد ادوخكم بس هي هاي مثال يعني اذا حفظتوها الاسيتيك وحفظ و هنا الكونجوجيت اسيد والكونجوجيت بيس سوري الكونجوجيت بيس خلينا بالمي شنو اللي راح يصير؟ راح ياخذ بروتون يعني نكمل على على المحاضره الجايه لان حتى اعطيكم مجال شويه 10 دقائق ترتاحون بس اريد منكم تركزون وياي اكو احد لي هسه ما سجل حضور انا ادري بكم انتم 450 مو صحيح؟ الا انتم 450 هسه من ال10 دقائق اكو احد عنده سؤال استفسار ذكروني الحضور انا دقيقه دكتورة يعني شو تاخذين ما فهمت اكو تضارب بين المايكرو والنويز اوكي لا تدوخون بهاي الشغلة محاضرتنا هالاسبوع ماشية مو صحيح؟